ترك مثلا لاسكون ليس مثلا لوتخول الماء العكر كيتبان لينا بالاجسام الثقيله تتوضع في الاسفل دونك يعني لا ديكونطاسيون دونك هذه هي التصفيق الاولى لا بيرمي دو بتونير ان ميلونج اوموجين ا بارتير د ميلونج اتيروجين دونك واحد كتمكننا من التقنيه كتمكننا كنحصلوا على ميلونج اوموجين انطلاقا من ميلونج اتيروجين هي كاينه تقنيه وحده هي اللي كاينه هي لا فيلتراسيون ma décantation dit mais qui n'est pas hétérogène, qui Donc pas vigilée. Donc la distillation qui est là pour séparer un mélange des lois Donc la filtration qui est là pour obtenir un mélange homogène, nous avons un mélange des lois Et le mélange obtenu est appelé. police. Je ne fais qu'un mélange des par filtration. Donc je vais mettre un filtre. Donc il se met le filtre. La distillation est une, suivie d'une elle permet de séparer les constituants d'un mélange et le mélange obtenu est appelé. دونك لا ديستيراسيون حنا كنعرفو لا ديستيراسيون ملي كنديرو عملية التسخين الشوفاج كنسخن ملي كنسخنو هداك ال# هداك ال# هداك الميلونج أشنو كيوقع لي كيتبخر دونك كتبقى لي أول حاجة فابوريزاسيون إلا كانت إلا كانت لا تومبيراتي كونستونت إلا كانت ني با كونستونت إذا في هاد الحالة ملي كيتحول من ليطا ليكيد ليطا غازو إذا كنقولو إيفابوراسيون ومن بعد هذاك الماء كيتكاتف دونك كتبقى لي ليكيفاكسيون

certains constituants, il y a des mélanges mélange homogènes. Et le mélange obtenu est appelé. Donc, a par distillation, Filtration, a distillation. distillation, on distillation. Donc, on Et la distillation. La deuxième question, choisir la bonne réponse en mettant une croix. Donc, je La première phrase, le résultat d'une décontation est un mélange homogène, un mélange hétérogène, un corps pur. Donc, un mélange ce après la décontation. Ce qui compte un mélange homogène, c'est la filtration.

On la distillation, pour séparer les constituants d'un mélange liquide homogène. Donc, faites faire distillation, filtration, hétérogène, décantation, qui pour séparer hétérogènes. Euh, certains constituants d'un mélange hétérogène. Après la distillation, la distillation, dans les minéraux, il y a des minéraux qui confirment des minéraux. Il y a des modèles qui se dans l'eau. L'eau obtenue est un mélange homogène, un corps pur ou bien un mélange hétérogène. Le mélange homogène est un mélange par filtration, un corps pur et un chalisme. Mais si le mélange est un mélange hétérogène, il y a un mélange hétérogène qui est un mélange de compassion.

هوموجين اذا كنعرفوا دي كونطاس كنسمى ميلونج لي هو ايتيغوجين دونك هادي ما تكون صحيحه أه وحتى لو كان كاع مثلا الملح ما تقدرش دو فيه راه ديما الملح درتي دي ديما يبقى داك الممالح نفس الطريقه بالنسبه للفيلتراسيون تقدر دير فيلتر هذيك حنا كنعرفوا الفيلتراسيون كاين عندها كاين واحد البابي فيلتر يعني واحد الورق ورق ترشيح هذاك ورق الترشيح كيسمح بالليكيد يدوز غير الاجسام الدقيقه اللي كتكون صغار ما كيسمحش فيها بما ان الملح مذاب في الماء اذا عاد يسمح لها دونك لي سباسي هذاك الليكيد دونك ما يقدرش يفصل ليا الملح على الماء دونك ممكن نستعمل فيلتراسيون اما ديستيلاسيون اه ملي كنديروا فابوريزاسيون كيتبخر فهاديك الحوجه لك كيبقى فيها الملح ولكن ملي كيدوز في المبرد كيدوز غير الماء دونك ممكن نستعمل لا ديستيلاسيون اذا لا بغيت, بغيت نحصل على الماء On termes de la distillation, il le mélange les quoi homogène, homogène, le sale Après une filtration, la filtration, on recueille un distillat, un résidu, ou bien un filtrat. Après la filtration. دونك في هذه الحاله ان ديستيلا لا درنا لا ديستيلاسيون ان غيزيدي هو ديك البقايا اللي كيلصقوا لينا في بابي فيلتر من كدير فيلتر شي وساخ ولا شي حاجه كيلصقوا لك مثلا في داك البابي فيلتر يعني في في ورق الترشيح كيتسمى غيزيدي البقايا إذن دونك في هذه الحاله درنا فيلتراسيون داك اللي كنحصلوا كيتسمى فيلتر وبطبيعه الحال درنا ديستيلاسيون كنحصلوا على ديستيلا هادشي الشيء كنحاول نذكرك به بور لو اي لويل اون يوتيليز لا بون سيبارو الزيت والماء واش كنستعملو ان فيلتر إلونبو لا دي كونتي أو بيان لا ديستيلاسيون هنا عندنا لو إل ويل سون دو ليكيد لوميسيبل يعني غير قابل لامتزاج دونك في هاد الحالة واش غنستعملو الفيلتر لا غيسمح يخليهم يدوزو كاملين دونك في هاد الحالة اللو إل ويل لونبو لا دي كونتي إذن هادي اللي كنستعملوها لامبولا لا دي كونتي أما لا ديستيلاسيون لا دونك هنايا كنستعمل عندها غوبيني الماء يكون في الاسفل والزيت غيكون الفوق يوصل الزيت للبلاصه ديال الروبيني يسد الروبيني اون فيغ نو روبيني دونك لتحت غيكون عندي لو اي في لامبولا دي كونتي غيكون عندي الزيت دونك هنا بور سيباري دائما دو ليكيد نو ميسيبل اون ا دي كونتي تخوا غولي شاك ميثود ا دونك هادو هما لي ميثود دي فيلتراسيون ديستيلاسيون لي دي شفنا في الكور دونك حنا غنحاولو اول حاجه نيسيسيت ان فيلتر دونك تحتاج ان فيلتر واش دي لا Filtration, c'est un filtre donc édulcorant. Comporte une vaporisation et liqufaction. Quand l'édulcorant chauffage, quand il vaporisation, mais peut-être que tout liqufaction. Vaporisation, cest la distillation. Consiste à laisser au repos un mélange. Ici, quand on termine, là, on va sortir un mélange à y retenir un le peu au Donc, il y a la distillation.

الحاله تكون ديستيلاسيون هي اللي كتعطينا كور بيغ اكزرسيس نيميرو 2 دو. دونك عندنا هاد الشيما اللي عندنا عندنا 4 كيسيون دونك نقراو اول حاجه المعطيات لو شيما سي دو سو هو هذا ريزيم اون تكنيك ايتيليزي بور سيباري لي كونسيتيون د ميلون يعني هاد, هاد لو شيما درس من عندي كيلخص ليا واحد التقنيه اللي فصل مكونات هاد واحد الميلونج اللي هو هذا احنا نعرفوا شنو سميتو كومون سابيل سي تكنيك هاد التكنيك شنو سميتها راك كتعرفها حنا عندنا يا اما دي كونطاسيون يا فيلتراسيون يا ديستيلاسيون دونك في هذا الحاله انت راك قريتي الكور تبعتي معنا في الكور دونك راه عرفتي بان هذه راه لا فيلتراسيون سي تكنيك سابيل لا فيلتراسيون

كيكونوا كي صغار كيبقاو كي ليا اجيتاتور اجيتاتور فينا هو هذا هو اللي كنفرغوا عليه السائل هو اللي كنفرغوا عليه هنايا في هذه الحاله باش كيهبط لينا بشويه على البابي في دونك هذا هو لا يقدر يكون اون فير يقدر يكون مثلا اون بلاستيك يعني من الزجاج ولا من البلاستيك فيلترا فيلترا هو اللي كنحصلوا عليه بار فيلترا هو اللي كان هو الميلونج اوف توني دونك اللي كنحصلوا عليه هو هذا بار فيلتراسيون اللي كيكون ميلونج اوموجين دونك, دونك هذا هو الفيلترا اونطونوار اونطونوار هو واحد الاداه هو كيتسمى الدورق بالعربيه دونك هذا كيتسمى اونطونوار هو هذا دونك باردون أه أ... هذا هو لونطونوار هو هذا هذا لونطونوار كيتسمى قمع هو هذا. هذا اما هذا كيتسمى هذا كيتسمى الدورق كيتسمى اغلان مايه حنا نوصلوا ليه دونك هذا اللي هنا السام لي غادي لهذا بحال هذا اذا هذا كيتسمى اونطونوار دونك بابي فيتر بابي فيتر ورق الترشيح دونك غيكون هو هذا اللي كنديروه فوق هذا لونطونوار من بعد سيدي عندنا اوبوز اوبوز هو اللي بغينا نديرو لا فيلتراسيون دونك هو الماء اللي فيه الوحل هو هذا نقدر نسموه مثلا لو تخوب دونك هذا لوبوز بقى لي اغلان ميغ هو هذا الاداه اللي قلت انا هذا الانستريمون هذا الريسيبيون كيتسمى اغلان ميغ كيتسمى دورق بالعربيه 3. Le mélange de départ est-il homogène, est homogène ou hétérogène yani, Le mélange au départ, c'est-à-dire yani, le mélange, mélange On peut distinguer euh, certains constituants. Donc, faites fait un mélange de lois hétérogène. La décontation, la filtration permet de séparer que certains constituants d'un mélange de lois hétérogène. 4. Le produit recueilli à la fin de l'opération est-il homogène ou comment s'appelle Donc, l'histoire est par filtration, ou bien, c'est filtre, ou bien, il y a un mélange de qui le Donc, le produit recueilli à la fin de l'opération est homogène et s'appelle le filtre. Donc, se filtre. Exercice numéro 3, ou est-ce euh, le de la série. Donc, vous donner la دونك فيه 11 سؤال اذا ندوز السؤال الاول لو شيما سي كونتر دونك او بيان سي دوسو. الميلانج. الميلانج يعني دو سو ريزيم واحد لا تكنيك اخرى ثاني بوغ سي بار لي كونستيتيون دو ميلونج الميلونج اللي غنخدموا به هو لو مينيغال يعني الماء المعدني دوني لو نون دو سو شيما بطبيعه الحال هذه راه درناها في الكور سميتها لا ديستيلاسيون دونك هذه السميه ديالها دو كومبليتي لا ليجوند دو سو شيمو دوك غتحاول تكمل واحد شنو هو جوج شنو الى غير داك نبدا اول حاجه واحد واحد هما الكلمات هما عندك تا تشوف معايا شنو ان الى غير عندي اونتري دو اوف ترمومتر، ترمومات سورتي دو تياد عندي ريفريجيرون بالون شوف بالون عندي ديستيلا اغلان مايير او مينيرال نبدا اول حاجه ب ان آه اشكو يكون دونك انطلاقا من الكلمات اللي عندك هنا هذا هو المسخن الكهربائي دونك غنسميه شوف بان، دونك شوف بان نحيدو هادي حيدناها دو دو هو داك الميلونج اللي داير هنا لون ميلونج شنو داير هنا هو لون مينيغال دونك لقريتي هنا أتقال لون مينيغال هي هادي دونك او مينيغال مشات 3 3 هي هادي شنو سميت هادي اذا خصك تكون حافظ دونك غتكون هي بار تما فين كندير الميلونج وكنسخن اون شوف دونك غنحيدو دابا بار نديرو 4 4 هو هذا هذا هو اللي استعملناه اش كيتسمى هذا كيتسمى لو ريفريجيرون دونك ها هي غنديرو هنا ريفريجيرون غنحيدوها دابا باش يبقاو لنا الكلمات اللي بقاو لنا دونك عندنا خمسة خمسة عندي خمسة وعندي ستة واحد غيكون سوغتي دو تيير واحد غيكون اونتخي دو فخوا دونك في هاد الحاله حنا دائما لما كنحاولوا ندخلوا من هاد البلاصه ما كنحاولش ندخلوا منها ديما من التحت باش يعمر لينا هذا كامل طبعا الحال هو ما كيوصل الانبوب اللي لداخل هنا ما كيوصلوش الماء دونك كيعمر باش يبرد لينا هذاك ال... باش كاتف لنا هذاك البخار باش كيتحول من ليطا ليطا غازو ليطا ليكي دونك ندخلوه دونك هنا غيكون عندي اونتري دو وهنا غيكون عندي سورتي دو دونك في الحاله تكون خمسه هي سورتي دو, دو 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 اش دو تياد لانه يعني هاد البخار كي كيكون هنا سخون طبعا الحال كيدفي لي هذاك الماء كيخرج هنا تياد كيكون دافي واللي كيدخل كي راه كيدخل هنايا دونك في هذه الحاله سته راه غيكون او اونتري دو فوا كيكون بارد سبعة دونك غنمشيو لسبعة هي هادي سبعة هذا راه كنعرفو هو شنا قبيلة هو اغلى ميير دونك هي هادي اللي غتكون اغلى ميير دونك غنحيدوها بابا تمنية هذاك اللي كنحصلو عليه باغ باغ ديستيلاسيون دونك اش كيتسمى كيتسمى ديستيلا دونك غنحيدو ديستيلا وبقى لي 9 هذا هو هاد آه لاباغاي سير ا ميزير لا تومبيراتير دونك في هذه الحاله هو لو ترمومتر دونك تخصك تكون حافظ هذا

le mélange est-il homogène ou hétérogène? Et la, la distillation pour séparer un mélange de homogène. Quel est le rôle de cette technique? Ce est de cette technique? Cette technique, de la, technique, est de la, technique. Donc, la distillation est une technique qui permet de séparer certains conciles d'un mélange de homogène. La sixième question, dans le ballon, faites le ballon. Il n'a de là, ça.

دون لغة لغة دو لو ريفريجيرون ها لو ريفريجيرون هو هذا كاين شونجمون ديطا فيزيك سوبي لو دونك اسم الشونجمون ديطا طبيعه الحال هنا البخار كيدوز كيمر من هنايا دونك ملي كيلقى البروده حيت هذا الماء كيدخل هنا بارد دو في دونك في هذا الحال كيبرد كي كيبرد هذاك هذاك البخار اذا هذاك البخار كيتحول من ليطا غازو ليطا ليكيد يعني كتسمى ليكيفاكسيون يعني عمليه التكاثف اولا بيان كوندونساسيون دون لو غيغون لو شونجمون ديطا سوبي لو مينيرال اي ليكيفاكسيون ثمانية على سورتي دو ريفريجيرون على سورتي هنا في هاد البلاصة جا هنا في هاد البلاصة لا سورتي ديالو دون دونك كيل ايطا فيزيك لو اش من ايطا كيكون بما ان قلنا ليكيفاكسيون يعني غيتحول من ليطا غازو ليطا اش ليكيد دونك ليطا تكون ليكيد على سورتي دو ريفريجيرون ليطا ليطا فيزيك الحالة الفيزيائية ديال الماء تكون ليكيد حالة سائلة نافيام <applause> كيسيون اكوا سير لو دو روبيني كي سيركيل دون لو غيفريجون اشنو علاش شنو الدور ديال هذاك الماء ملي كيضر ليا هنا في <applause> الغيفريجون الدور ديالو بسيط هو انه كيكون هو بارد احنا كنعرفوا الموروده كتكاتف لينا هذاك البخار يعني لي كيفي هذا الشيء اللي كاين لي كيفي هذاك فابور دونك لو دو روبيني لي كيفي لا فابور دونك اذا كيكاتف لي هذاك البخار احنا كنعرفوا البخار كيتكاتف غراس على الا على... لا فوا دونك بوغ بو... بو بار غفرواديسمون او نيفو دو ريفريجون يعني او نيفو دو ريفريجيون في المستوى ديال ريفريجيون في هذا الانبوب ديال لو تيب ديال ريفريجيون هنا كيتكاتف لي اش كيتكاتف لي هذاك البخار يعني كيتحول من لي غازو لي

Pardon. Alors, la distillation, quand mélange homogène. On peut être mélange et mélange qui voulait une qui mélange est formé au moins de deux ou plusieurs constituants, a un Donc, pur. Le produit recueilli à la fin de cette technique est encore pur. اذا هذه لا سيري دي راه مهمه بزاف كتشرح لك كاع الدرس ديال لا اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد آه من هاد آه هاد, هاد التمارين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته